إذا رأيت هذا النبات احضره فورا إلى منزلك، ستحمد الله كثيرا عندما تعرف السبب. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نبات الكارلا، يسمى نبات الكارلا ببلسم الإيغاس أو الإيغاس الهندي أو الكوري أو القثاء المر، وتكثر زراعته في المناطق الحارة مثل آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، وهو من الخضار المفيدة جدا للصحة، وثماره مشابهة إلى حد ما ثمار الليف أو الخيار، وطبقته الخارجية مجعدة تشبه جلد التمساح، وتستخدم ثماره لعدة أغراض طبية. المحتوى الغذائي للكارلا، يحتوي نبات الكارلا على مركبات فعالة، ويحتوي على مكونات كيميائية، ويمكن شراؤه من المتاجر الكبيرة والاستخدامه والحصول على فوائده. يمكن تناوله نيئا، أو يمكن تجفيفه ثم طحنه ليصبح كالمسحوق، كما يمكن طبخه أو غليه أو عصره. وسنتعرف في هذا الفيديو على العديد من فوائد نبات الكارلا. فوائد نبات الكارلا: يفيد مرضى السكري لتأثيره في تخفيض نسبة السكر في الدم، لاحتوائه على البيبتيد الذي يشبه الأنسولين ومركب السيترويدات ومركبات شبه قلوية، ويحتوي أيضا على بروتيني ألفا وبيتا، يقاوم الفيروسات والبكتيريا ويقوي مناعة الجسم، يقتل الطفيليات والديدان عند تناول مسحوق الكارلا على الريق، يعالج الملاريا والرشح والحميات وحمى الدنجو، يعالج بذوره مرض بهجة وبعض أمراض المناعة الذاتية عند تناوله على شكل شاي أو كبسولات، يعالج مشاكل الكليتين، يعالج ضعف الحيوانات المنوية والضعف الجنسي، يعالج بعض أنواع السرطان، ويمنع من انتشار الأورام السرطانية، يثبت نشاط فيروس الإيدز، يعالج مشاكل عسر الهضم، يخلص من الإمساك، يعالج الالتهابات الرئوية والحمى والإكزيما، يحد من اضطرابات الدورة الشهرية عند الأنثى، ويخلص من أعراض سن اليأس، يعالج الصداع ويخلص من السعال، ويقي من أمراض البرد، يخفض درجة الحرارة المرتفعة في الجسم، يعالج البواسير، يداوي الجروح ويسرع في التئامها، يعالج الاضطرابات المعوية والمعدية ويخلص من مشكلة الغازات وانتفاخ البطن، يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ويحد من الإصابة بالأمراض القلبية، يقوي جهاز المناعة فيزيد من مستوى مركبات الانتروفيرون، يحمي من التأثيرات الضارة للوجبات الدسمة والغنية بالسعرات الحرارية والمشبعة بالدهون، وبالتالي يخلص من الوزن الزائد. المقدار المحدد لتناول نبات الكارلا: تناول 60 جراما من عصير الكارلا الطازج بشكل يومي، ويحذر من تناوله أكثر من المقدار الموصي به لأنه يسبب ألما في البطن. تناول حبة صغيرة منه أو مغلي مستخلص مسحوق الكارلا بمقدار 100 ملي لتر. يحذر من تناول الجرعة الزائدة للكبار لأنها تسبب مضاعفات مثل الإسهال والتقيؤ، ويحذر الذين يعانون من انخفاض في مستوى السكر من تناوله، لذلك يجب فحص مستوى السكر في الدم لتجنب حدوث مشاكل كهبوط حاد في السكر. لا بد من تجنب إعطائه للأطفال تحت سن 5. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.